يا صور الارض جيولوجي ممدوح عبد العاطي محمد مدير موقع الشركه بالوادي الجديد. طبعا انا بدات في اداره الابحاث الجيولوجيه. شغلتنا هي الانتاج. احنا هنا بالنسبه للمكان اللي احنا فيه ده موقع عمل بيبدا فيه الانتاج من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 6 اخر النهار في انتاج الفوسفات، وعلى مدار 24 ساعه بيبتدي شغل ازاله الطفلات. المكان ده يعني يعتبر من ضوء الشمس الى غروب الشمس خلية نحل، بمعنى خلية نحل. الناس اللي حضرتك شايفها دي كلها سايبة بيوتها وسايبة أهلها وسايبة محافظتها وبتيجي هنا علشان تشتغل وعلشان تنتج وعلشان برضو يعني ظروفها الظروف اللي احنا عايشينها. بداية الانتاج زي ما حضرتك شايفة لو بصينا كده بتبقى إزالة الغطاء الصخري اللي هو معظمه عبارة عن طفلات وحجر جيري. كل ده بيتم إزالته بالكامل ونقله الغطاء الصخري، ثم الوصول لطبقة الفوسفات اللي هي موجودة تحت خالص ويتم تكسيرها ونقلها لمنطقة الكسرات اللي هي المنطقة اللي عليها الدمبر. ده اللي عليها الدمبر دي هي طبقة الفوسفات حوالي 4 متر. هي دي اللي بيتم استخراجها. ده فوسفات اللي احنا بنشيل كل ده عشان نوصل للفوسفات اللي هو ال 4 متر اللي تحت. اتحركوا ولا